أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. موقع إخباري في عدن، ناشطون في لاحج يقيمون معرض القراءة تحت الأشجار. ومن المشاهد نت، سكان شبوة يتظاهرون ضد ناهب الأراضي العامة. وفي أكثر الأخبار قراءة، رجل أعمال يشتري شجرة نادرة بمليون ومائة ألف دولار. أهلا بكم. شهدت أمس محافظة لحج حدثين، أحدهما تفجير وشهداء، والآخر كتب وحياة. وقال موقع عدن لانج أن المحافظة شهدت صباحا مشرقا بوجود أول معرض للكتاب بعد الحرب الطويلة، وأقيم معرض الكتاب الأول في مبنى كلية ناصر للعلوم الزراعية بالحوطة، ونظمه نادي القراء الثقافي. وقال التقرير الخاص بالموقع إن المعرض سيستمر 3 أيام بين كتب للبيع وكتب للاستعارة، وكذا المكتبة الإلكترونية المجانية للجميع. ويشير كاتب التقرير إلى أنه وبعد اختتام اليوم الأول من المعرض، شهدت مدينة الحوطة اشتباكات عنيفة أعادت ذكريات الحرب والنزوح في نفوس أو في نفس هذه الأيام قبل عامين. من موقع يمن مونيتور أيضا، جاء خبران في الصفحة الرئيسية حملاء النقيض الذي تعيشه البلاد. ففي الأول، الحوثيون يعلنون عن إطلاق 109 صاروخ باليستي خلال عامين، 70% منها إيرانية. وفيما أعلنت منظمة اليونسف أن قتل الأطفال باليمن تجاوز 1500 طفل، وجرح 2450 آخرين خلال عامين. وناشدت المنظمة الدولية أطراف النزاع والمجتمع الدولي الحيلولة دون حدوث مجاعة في اليمن وتأمين إمدادات المواطنين بالمنتجات الضرورية للحياة. وأشارت المنظمة إلى أن التأثيرات الكارثية للنزاع في اليمن لا يتم الالتفات إليها بالقدر الكافي بسبب العديد من النزاعات الدولية الأخرى. عن الصورة التي ظهرت فيها مجموعة كبيرة من النساء في صنعاء وهن يقفن في طابور طويل في انتظار القليل من الطعام، كتب علي الزبيدي مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، وقال في جزء من مقاله معلقا على طوابير طويلة بلا نهاية. طوابير للموت تعرف طريقها، وطوابير من الجنائز مرفق بها جوازات العبور إلى الجنة ومفاتيح الفردوس. وفي الضفة الأخرى، طوابير السباق المحموم على ممتلكات البيوت المنهوبة والمنشآت العامة وأراضي الدولة. وعلى مرفأ الغباء من حي المسطحين، طوابير الصارخين، وأبواق الذل تنفخ في السيد سر بقائه، وتمنحه وهجه ليستمر في حصاد الجثث وتلميع بالذاتها على المقابر الجماعية. من أجل وجبة واحدة تقف الحرائر ساعات، فلا يقمن بها صلبهن ولا صلب أحد أطفالهن، ويقف هؤلاء أمام كاميرات العالم ليقدموا أنفسهم على أنهم الخيار الوحيد للدولة العادلة، وهم يعجزون عن إطعام مسكين في دولة 30 مليون، بارعون في التضليل وتزييف الحقائق، ولا يتجاوزون هذه البراعة إلى غيرها. إنه إصرار واستمرار في حكم وطن من الأشباح، وإن أدى الأمر إلى أن يحكموا أنفسهم فحسب. عندما تنعدم الحرية ويحكم الجوع وتسيطر الذلة والمهانة، فلا تسأل عن مقومات حياة ولا تبحث في دهاليز البؤس عن الإنسانية، ابحث فقط عن مقاييس سنتيمترية لجثث تتحرك بعامل الدفع والتدافع في الهزيع الأخير. ثمة آلة قمع وتجويع وتشريد تنتج دون توقف في مضمار من السباق قل نظيره، آلة تحكم تحت ظل المقصلة، تنهب الأرواح والحريات وتلقي في تنورها الموصد فلذات الأكباد لتحسن الطبخة وينضج الشواء. طابور هو صورة رمزية لأقصى ما يمكن أن تجود به سياسة الحوثي لكرامة المرأة اليمنية التي لا يجد غضاضة في هدرها ابتداء من لقمة العيش. المواطنون في شبوة نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة المحلية وسط مدينة عتق. وقال موقع المشاهد نت إن الوقفة أتت رفضا لأعمال البسط العشوائي على الممتلكات العامة،
وقال أحد المحتجين: جئنا لنوصل أصواتنا إلى قيادة السلطة المحلية بعد شكوى قدمت إلى الأشغال العامة وهيئة الأراضي بعمليات السطو على المصالح العامة في مخطط الشرطة رقم 312 بمدينة عتق، مضيفا أن صمت الأجهزة الأمنية عن هذه الظاهرة الخاطئة سيؤدي إلى مشاكل أسوأ. قال موقع الوحدوي نت في أحد أخباره عن محافظة المحويت: الحوثيون يطلقون الرصاص الحي داخل السجن المركزي ويصيبون 3 سجناء. وأفادت مصادر محلية في المحافظة بحسب المركز الإعلامي لإقليم تهامة أن ميليشيات الحوثي والمخلوع الإنقلابية قاموا بإطلاق الرصاص الحي على السجناء ما أدى إلى إصابة سجناء، وقاموا بالاعتداء على آخرين بالضرب وتم إسعافهم على إثرها إلى المستشفى. وقال الشهود إن الأمر تصاعد بعد أن قام نزلاء السجن بمظاهرة داخل عنابرهم على خلفية تردي وضعهم المعيشي والتعذيب. يوم غد الأربعاء ستلتئم قمة القادة العرب في الأردن لحضور واحدة من القمم العربية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ما يشبه لقاءات التعارف نظرا للقرارات التي تخرج بها، وكان آخرها في العاصمة الموريتانية ونواكشوط العام الماضي. هكذا بدأ صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج، وأضاف الكاتب: لم يستشعر العرب أو أنهم لا يريدون ذلك خطورة الوضع الذي يعيشونه، ففي كل القمم العربية التي يحضرونها سنويا يناقشون الأوضاع نفسها والتحديات ذاتها من دون أن يكون لديهم القدرة على تطبيق أو تفعيل أي من القرارات التي يخرجون بها في البيانات التي يتم إعدادها قبل أشهر من انعقاد القمم. ربما تندرج قمة الأردن في هذا الإطار، فالمواطن العربي لا يتفاءل بها ولا يعول عليها في شيء نظرا للوضع الذي تعيشه الشعوب العربية في الوقت الحاضر، خاصة في الدول التي تعيش حالة من الاضطرابات السياسية والشعبية والعسكرية بعدما انزلقت هذه الدول إلى الفوضى والخراب، كما هو الحال متجسدا في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق. مع الأسف لا يمكن الرهان على موقف عربي موحد في قضية فلسطين وفي قضايا أخرى تعيشها الأمة العربية، ذلك أن غياب الموقف الموحد يخدم بدرجة رئيسية أعداء القضية ويشجع إسرائيل على التمادي في فرض أجندتها الخاصة. أسئلة كثيرة مطروحة في القمة التي سيلتقي فيها زعماء أكثر من 20 دولة: هل ستكون قادرة على وضع اليد على الجرح النازف؟ وسيكون بإمكانها معالجة تداعيات ظاهرة الإرهاب داخلها وخارجها والمرتكبة من قبل بعض من المتطرفين المحسوبين على الإسلام وصولا إلى القضاء الشامل عليه، أما أنها ستجد نفسها مكبلة بالكثير من القيود التي تمنعها من اتخاذ قرارات جريئة وشاملة تنهي هذه الظاهرة المسيئة للإسلام والمسلمين التي مع الأسف صارت منتشرة داخل الوطن العربي وخارجه. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: سلطات الحوثيون أو الحوثيين وصالح ترتب لفصل الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بموالين. وقال الموقع إن تحالف المتمردين الحوثيين والرئيس المخلوع صالح يسعى لفصل آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري للدولة تحت عناوين متعددة أبرزها الاحتجاجات المطالبة بالرواتب وحالات الإضراب التي أعلنتها مؤسسات حكومية بالعاصمة صنعاء. وأكدت المصادر الحكومية للمصدر أونلاين أن سلطات صنعاء بدأت في إجراءات فصل عدد كبير من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينهم عدد كبير من أساتذة جامعة صنعاء وعشرات من أطباء وموظفي مستشفى الثورة العام بصنعاء، بالإضافة إلى صحفيين وموظفين من مؤسسة الثورة للصحافة. وبحسب المصادر فإن قرارات الفصل ستشمل عددا كبيرا من الموظفين بوزارة التربية والتعليم ومعلمين وموظفين من المدارس الحكومية بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، قوم معنا. مجددا مرحبا بكم. ما زال أبناء محافظة أرخبيل سقطرة اليمنية يعانون من العزلة وفق تعبير صحيفة العرب الجديد، والتي أضافت أن هذه العزلة لم تحمي أهلها من حوادث بحرية أودت بإحداها
أو أودت إحداها بحياة العشرات من سكان الجزيرة قبل بضعة أشهر. وتقول الصحيفة يشكو السقطريون بسبب توقف الرحلات الجوية من وإلى جزرهم النائية أو جزيرتهم النائية بشكل كلي. ومنذ بدء الحرب توقفت رحلات شركة الطيران الوطنية اليمنية ولم تستأنف حتى الآن، علما بأن الشركة استأنفت رحلاتها من مدينتي عدن وسيئون. وشهريا يكون هناك رحلة لشركة طيران السعيدة الخاصة، علما بأن طائرتها صغيرة وأسعارها أو أسعار تذاكرها مرتفعة، الأمر الذي يشكل عائقا أمام السكان الفقراء الذين يرهقهم السفر عبر البحر. وصفت صحيفة الخليج المحاولات التي قامت بها ميليشيا الحوثي في جبهات تقدم القوات الحكومية بأنها هجمات فاشلة. وقالت الصحيفة الميليشيات الانقلابية فشلت في الهجوم على مواقع قوات الشرعية في جبل القرن الواقع في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء، وكذلك التسلل إلى مواقعها في جبهة صرواح غرب محافظة مارة. فيما أشار قائد عسكري في الجيش الوطني إلى أن تحرير العاصمة صنعاء سيتم من خلال قطع كافة خطوط الإمدادات عن الميليشيات من خلال السيطرة على ميناء الحديدة واستعادة السيطرة على مناطق الحزام الأمني بالعاصمة. وقال مصدر عسكري في جبهة نهم أن الميليشيات الإنقلابية حاولت الهجوم على جبل القرن الواقع في ميسرة الجبهة، وتصدى أبطال اللواء 125 لهذه المحاولة الفاشلة. أوضح المصدر أن جبل القرن أصبح هدفا تكتيكيا بعد الهزام الكبير التي منيت بها الميليشيا في ميمنة نهم. عنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية في إحدى صفحاتها 5 كيلومترات تفصل الشرعية عن الحديدة. وقالت الصحيفة إن قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي أحرزت المزيد من التقدم الميداني وباتت على بعد نحو 5 كيلومترات فقط من محافظة الحديدة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في منطقة حسي سالم الواقعة شمال مدينة المخا الساحلية، والتي تبعد كيلومترات قليلة عن بلدة الخوقة. وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت تسيطر على طول الساحل الغربي الجنوبي البالغ 144 كيلومترا وأجزاء من الساحل الغربي الشمالي في مدينة ميد التابعة لمحافظة حجة. قمة الضلع المكسور تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وقال في جزء منه: يبدو الأردن مكانا مثاليا لانعقاد قمة ما بعد النكبات. استقبل هذا البلد المحدود الموارد اللاجئين الفلسطينيين الذين اغتصب الاحتلال الإسرائيلي أرضهم. استقبل لاحقا لاجئين وفدوا من العراق بعد كارثة الغزو الأمريكي وما تلاه، وينوء اليوم بأعباء اللاجئين السوريين الذين يحدقون من أرضه إلى بلادهم المحترقة. لا يحتاج القادة العرب إلى من يشرح لهم وضع الضلع العربي المكسور في الإقليم، تكاد الأهوال ترى بالعين المجردة. فالقمة تعقد على خطوط التماس، الاستيطان الإسرائيلي وحش لا يشبع ولا ينام، وعلى الجبهات الأخرى جيوش وميليشيات وطائرات وتدخلات وأعلام كثيرة. الروسي الذي قلب مسار الحرب في سوريا ليس بعيدا عن القمة، وكذلك الأمريكي الحاضر في الموصل والرقة. شمعة وحيدة في هذا الظلام الشاسع هي بداية اندحار داعش. لا تملك القمة أدوية سحرية لمعالجة أمراض تفاقمت واستشرت، لكنها يمكن أن تبعث برسالة مفادها أن العرب يدركون أهمية استرجاع صوتهم وحقهم في التحدث عن أمنهم واستقرارهم وحقوقهم، حقهم في أن لا تبقى الأرض العربية ملعبا للتدخلات أو التجاذبات، وحقهم في العيش الطبيعي أسوة بمكونات أخرى في الإقليم. أقصى ما يمكن أن تحققه قمة عمان هو أن تعيد التذكير بأن العرب يستطيعون الاجتماع تحت سقف واحد وأن يجددوا لقاءهم على بعض ثوابه. للأمر أهمية استثنائية مع وجود إدارة أمريكية جديدة وتحول الروسي لاعبا من داخل المنطقة نفسها. تباين المواقف الدولية من امتلاك الأسلحة النووية، حيث قالت نيكي هالي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في التصريح الذي نشرته شبكة البي بي سي إن حظر الأسلحة النووية على مستوى العالم لن يكون واقعا أو واقعيا.
وقالت هالي إن الأمن القومي يتطلب وجود أسلحة نووية بسبب قوى الشر التي لا يمكننا الوثوق بها. لا أريد أي شيء لعائلتي أكثر من وجود عالم خال من الأسلحة النووية، إلا أنه ينبغي علينا أن نكون واقعيين. وقال سفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إن بريطانيا ملتزمة بالتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية، إلا أنها لا تعتقد أن تلك المفاوضات ستؤدي إلى تقدم فعال بشأن نزع السلاح النووي عالميا. وصرح السفير النمساوي لدى الأمم المتحدة: ننتظر منذ عام 1997 إبرام معاهدة لحظر الأسلحة النووية على مستوى العالم. كلما سألنا عن التوقيت المناسب يقولون لنا إن الوقت غير مناسب. وفي الأخبار الأكثر قراءة في الصحف العربية، عنونت صحيفة القدس العربي: رجل أعمال يشتري شجرة نادرة ب1,100,000 دولار. تقول الصحيفة: أثار الإعلان عن شراء رجل أعمال شجرة نادرة في فيتنام بمبلغ 1,100,000 دولار في مزاد مقابل الحصول على خشبها حالة من الجدل بين رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه تم بيع شجرة السوا المملوكة بشكل جماعي لقرويين في مقاطعة باكنينيه شمالية فيتنام مقابل 1,100,000 دولار أمريكي. وتحظر فيتنام بيع خشب شجرة سوا بصورة تجارية، إلا أن المزادات الخاصة لا يزال مسموحا بها. ويعتبر الأثاث المصنوع من خشب شجرة سوا ذا قيمة عالية في الصين، مع زيادة الطلب عليه في السنوات الأخيرة في ظل بحث الأثرياء الجدد عن الأثاث المصنوع من الخشب الثمين والنادر. الكاتب عبد الإله بلقزيز كتب في صحيفة الخليج الإماراتية مقالا عنونه: أزمة نظام إقليمي عربي. قال فيه: لم نكن في حاجة إلى موسم ثورات الربيع العربي وانتفاضاته لنعرف أن النظام الإقليمي العربي في أزمة بنيوية عميقة، وأنه يعيش النزع الأخير من حياة كان فيها حيا في نصفها الأول ومشلولا في نصفها الثاني، حيث مؤسسته الإقليمية جامعة الدول العربية واجهة شكلية للدول، لا جامعة فيها تكون به جامعة ولا عروبة فيها تكتسب بها الصفة العربية. لم نكن في حاجة إلى ربيع عربي لنقف على هذه الحقيقة التي ألفناها منذ عاش النظام الإقليمي ذاك الفراغ القيادي بخروج مصر منه عقب اتفاقية كامب ديفيد سيئة الصيت، وخاصة منذ مستهل عقد التسعينيات من القرن الماضي وما تلا أحداثها الدراماتيكية: اجتياح الكويت، تدمير العراق وحصاره مؤتمر مدريد، توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة من انقسامات حادة داخله. كل الذين عاشوا الحقبة من منتصف السبعينيات حتى مطلع العام 2011 يدركون أن النظام العربي الإقليمي في حال من التأزم حادة ومستفحلة، وأن أزمته من أزمة مكوناته، دول تتغذى، وأن لا أمل له ولنا معه من شفائه من مرضه العضال إلا بجراحة تعادل إعادة تكوين الاجتماع السياسي العربي نفسه. ومع ذلك كنا في حاجة إلى الربيع العربي لنصحو على حقيقة لم نكد أن نتبينها قبلا، هي أن النظام الإقليمي هذا قضى تحت أنقاض أحداث الربيع ذاك ولقي حتفه، وما عدا ثمة من أمل بالتالي في إنقاذ حياته. جولتنا المصورة اليوم في محمية حوف التي توجد في محافظة المهرة، وتعد من أكبر الغابات التي أو في شبه الجزيرة العربية، حيث تسودها النباتات الاستوائية الموسمية منذ مئات السنين، كما تعتبر غابة موسمية محاطة بنظام بيئي جاف بعد موسم سقوط الأمطار، وموطن للعديد من النباتات والحيوانات والطيور النادرة. الصور التقطها محمود ياسين ونشرها موقع عدن لانج. نتابع.
بهذه الصور والصحف نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشف الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.